بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا الفيديو. إن شاء الله فيديو جميل جدا ومن أجمل الدروس في من دروس القواعد أو دروس النحو في اللغة العربية، ودرس جميل وخفيف اللي هو درس الصفة. حين تعرفوا ما معنى الصفة أو النعت، الصفة أو النعت ما هي علاماتها، كيف نتعرف عليها، وأيضا إعرابها. إعراب يكون هو في الأخير وبعده تدريب نتركه للتلاميذ. إذا كالعادة نقرأ أولا الأمثلة. ماذا لدينا؟ زرنا الحديقة الجميلة. كرم العمال المجدون. شاركت المجاهدات الجزائريات بالثورة التحريرية. لاحظوا هنا أنه زرنا، هنا راهي فعل، الحديقة مفعول به، الجميلة تجس وراء الاسم اسم آخر، هذه جميلة. هنا المجدون أيضا اسم جاء بعد اسم آخر. هنا عندنا الجزائريات اسم جاء بعد اسم آخر، وهنا أيضا نفس الحكم ينطبق على التحريرية والثورة، لكن لا بأس نأخذ مثال واحد من الجملة الثالثة. إذا وش قلت؟ هي أسماء جاءت بعد أسماء أخرى. نلاحظوا هنا عندي اسم مفرد مؤنث، هنا اسم مفرد مؤنث، هنا منصوب، أنا عندنا الفتحة، هنا أيضا فتحة، هنا العمال مذكر جمع مذكر، هنا جمع تكسير هنا، وهنا أيضا جمع، هنا ما يهمناش جمع تكسير مع جمع مذكر سالم، المهم جمع، جمع وجمع. هنا عندنا الضمة يعني رفع، وهنا أيضا عندنا رفع، عندنا مذكر مذكر، هنا عندنا مؤنث مؤنث، جمع جمع، وعندنا أيضا نفس حركة الإعراب اللي هي شاركت المجاهدات تو مرفوعة، وهنا أيضا مرفوعة. إذا وش نلاحظوا؟ نلاحظوا أنه هذه أسماء تبعت أسماء أخرى وطابقتها في كل شيء، طابقتها في كل أحكام. لاحظوا هذه وش عملت، ما دورها هنا في الجملة. لكم قلت لكم الجميلة، هنا كلمة الجميلة وش عملت لنا للحديقة، هل عرفتها، هل عرفتنا بالحديقة؟ مثلا قلنا زرنا حديقة الحمى، هل قلنا مثلا زرنا حديقة القصر، هل قلنا مثلا زرنا حديقة المدينة، هل عرفتها، عرفنا وين حديقة زرنا؟ لا، وصفتها هنا الحديقة الجميلة. نقول لكم رسمت لوحة رائعة. نقول لكم حكت ثوبا جميلا. كتبت قصيدة جميلة. قرأت كتابا مفيدا. اللي هنا قاعدة أصف. إذن هذه أسماء جاءت لتصف أسماء أخرى. وهناك فائدة فقط للأولياء، هذه الأسماء هي من التوابع. كاين أسماء في اللغة العربية نسميوها التوابع. وش معنى التوابع؟ أسماء تتبع أسماء أخرى لتخصيصها ولا لوصفها أو وتطابقها في الأحكام. إذا نجي ونعرفه. إذا الآن الصفة هي اسم يبين صفة اسم قبله يسمى الموصوف. إذا وين هو الموصوف هنا؟ الحديقة موصوف، العمال موصوف، المجاهدات موصوف. إذا ماذا لدينا؟ والصفة تطابق الموصوف في الإعراب. الإعراب نقصد بها الحركة الأخيرة، التذكير والتأنيث، الإفراد والتثنية والجمع. يا إما يكونوا مفردين في اثنين، مثنى في اثنين، أو جمع في اثنين. قلنا فقط ملاحظة، ما يهمنيش إذا كان جمع تكسير وجمع مذكر سالم، المهم جمع. وفي التعريف والتنكير، يعني أنا لما نشوف اسمين متطابقين في كل هذه الأمور تسمى راهي صفة، إضافة إلى أني نعتمد على المعنى. قلنا أن الصفة تصف الاسم الذي قبلها، توصفه.
هنا قبل ما نتحدث على إعراب الصفة نتحدث على إعراب الموصوف. أنا عندي لهنا تقدم التلميذ المتفوق إلى المنصة. عندنا هنا التلميذ وش وقع؟ تقدم، تقدم فعل ماضي مبني على الفتح. التلميذ وش هي؟ هي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. المتفوق هنا، المتفوق عفوا وليست متفوقة، صفة مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخره. لهنا لاحظوا أنه الموصوف ما عربناهش موصوف، الموصوف نعربوه حسب موقعه في الجملة. قد يكون مبتدأ، قد يكون فاعلا، وقد يكون مفعول به. يعني هنا الموصوف ما نعربوش موصوف، هكا يفهمها التلميذ، نعربوه حسب موقعه في الجملة. أنا هنا عندي الموصوف جاني فاعل، إذا بما أنه فاعل مرفوع لازم الصفة تتبعه، لأنه الصفة ما عندهاش حركة إعراب وحدة، الصفة متغيرة. إذا هنا بما أنه الموصوف مرفوع الصفة أيضا تكون مرفوعة. إذا صفة مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخرها. آخرها هنا تذكروا أنه قلنا صفة مرفوعة لأنها جاءت بعد الفاعل والفاعل المرفوع. هنا عندنا أنجزت مهمة صعبة. أنجزت لهنا وشكون هو الفاعل؟ هو أنا، أنا هو اللي أنجزت. مهمة وش هي؟ مهمة هي مفعول به، وحنا نعرفوا أنه المفعول به يكون دائما منصوب. إذا هنا صعبة اللي هي الصفة ما تجيناش مرفوعة كما الحال المثال الأول تجي منصوبة. إذا صعبة هنا مهمة راح نعربوها مفعول به عادي. قلنا أنه الموصوف نسميه فقط موصوف، لكن في الإعراب نعربوه حسب موقعه في الجملة. إذا صفة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، هنا دائما آخرها وليست آخره، آخرها. إذا نتمنى إن شاء الله تكونوا فهمتوا لهنا. إذا الصفة الخلاصة نوصلوا أن الصفة راح تتغير في الإعراب حسب الموصوف. عندكم تدريب راح تعملوه بوحدكم، لكن انتبهوا جيدا. ضع سطرا تحت الصفة إن وجدت. مدير المدرسة صارم. أبنائي رانا درسنا المبتدأ والخبر، انتبهوا، قلت لكم ضع تحت الصفة إن وجدت. إن وجدت. مدير المدرسة صارم. اشتريت كتابا مفيدا. العامل النشيط محبوب. هنا انتبهوا أين هي الصفة؟ العامل النشيط محبوب. إذا إلى هنا نتمنى إن شاء الله نكون أفدتكم بهذا الفيديو وفهمتوا. لازم تفهموا قبل ما نوصلوا للمضاف إليه والحال والصفة لازم يهضمها التلميذ. إذا إلى هنا أخواتي الفاضلات نقول لكم في أمان الله، نلتقي.